السلام عليكم خوتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بصحه وعافيه. المهم درت لكم في السمح ولي درت لكم هذا الفيديو في هذه الوقيته هذه. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا دنيا باطمه. يعني في هذه الوقيته في هذا الليل هذا مشات تقابلت مع عيشة عياش، وبكل براءه وبكل الاخر بقات تضحك وبقات كذا وبقات تسب الصحافه وسبت الصحافه، ما خلاتش للصحافه خوتي. مع ذلك غادي تشوفوا بعينيكم كل شيء الفيديو. مهم تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة، من بعد غادي نولي لكم ان شاء الله. مرتاتك دنيا واش بصح اعترفت عليك عيشة عياش؟ دنيا دنيا شنو وقع؟ شنو وقع دنيا؟ دوزوها صاحبي حيت خلي الناس باس نتنفسوا شوية. علاش كدوي بحال ما هكا دنيا؟ علاش كدوي بحال ما هكا؟ ها ما تعيريش الصحفيين ونتي واخا قولي لنا غير شنو. علاش علاش زعما ما ناخذوش من عندك حتى كلمه؟ بغينا غير نعرفوا شنو وقع لداخل. شنو عندهم؟ خلينا ندوز كاع الناس كيهضروا، الا انت علاش ما تهضريش مع الصحافه تقول لنا شنو واقع؟ من بعد ما شفتوا الفيديو خوتي ان هذيك الانسانه كتستاهل واحد العقوبه، الاقصى عقوبه كتستاهل هذيك الانسانه، لان كتستهزئ بالناس. مشاو يسولوها عادي، شوفوا ربي مسخها، شوف عيات دير في عمليه التجميل خوتي، يعني بانت على حقيقتها عيات دير عمليه التجميل، وسبحان الله ربي العلي العظيم ردها في الصفه اللي كانت فيها. ربي مسخها مسخه واحد المساخ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لان ربي راه مسخه، لان كانوا يتاجروا في البشر وكانوا يتزوا الناس وكانوا بزاف ديال الصلاح خوتي. هاد الناس هادو خطيرين، وهذه عصابه خطيره خطيره. انا شوفوا يعني انا ما نكذبش عليكم اخوتي، واحد التحيه كبيره للقناه ديال شوف تي في، لانها كتسهر الليل وكدير باش كتجيب هاد المعلومات هذه، مع العلم انها كتسهر الليل باش تجيب هاد المعلومات هذه. يعني شي مخطرات كتجيب معلومه ماضية فاضية. المهم خوتي شفتوا الفيديو انها كتضحك، سولتها الاخرى قالت لها ودي واش بصح عيشة عياش ورطاتك في القضية نتاع حمزة ومو بيبي؟ نطقت قالت لها واش بنيتك وبقات تضحك و ربي تسمح لي وجهها غير كي المعزة. انا ما بغيتش نعيب داك خليقة الله، ولكن ان ديك الانسانة تستاهل تعاقب، وراها تواجهت مع عيشة عياش وداك الشيء بقى في الشرطة، حتى شي واحد ما راه عارف واش تصرا ما بين عيشة عياش ودنيا باطمة. الناس استدعاوها، واش غادي نقول لكم؟ استدعاو دنيا باطمة لحقاش راها عيشة عياش هي العلبة الصوتية، هي العلبة السوداء لهاد لافير وهاد كاع هاد لافير ديال حمزة مون بيبي. علاش استدعاو علاش استدعاو دنيا باطمة؟ لان عيشة عياش جبدت لهم داك الشيء كامل. راكم عارفين الحمد لله المخزن والبوليس نتاع البوليس ديال البلاد، راكم عارفين قري قري، الا ما بغيتيش قري غادي راكم فاهمين اخوتي. نتوما كملوا عندكم، يخليو الواحد يقر بالسيف عليه، يخلي الواحد يقر بالهلا يقازيلو. لان شوف هادو غير وليات، ولكن خصهم يتعاقبوا، خصهم يتعاقبوا اشد العقوبات. انا نطالب الناس وهذا الامن، باش الا كانوا هما اللي كانوا يسيروا هذا الحساب هذا، حنا نطالبوا باشد العقوبات. وحاجه اللي ما دخلتش للمغاربه للراس وما دخلتناش حنا للراس، علاش خرجوا صرح مؤقت ب 40 مليون والاخرى بخرج ب 10 ولا 20 مليون؟ يعني بحال اللي مانيش عارف واش بغيتو تبينوا لنا باللي يعني ما غاديش تدوز الحبس، ولا واخا هي كانت متورطه ما غاديش تفوت الحبس، ولا ما فهمتش. يعني وكان ما كانتش متورطه راها ما غاديش تدفع داك الفلوس كاملين، وما غاديش تميزي ديك 40 مليون. يعني بان هاد الانسانه راها متورطه، يعني كانوا يتاجروا في البشر، كانوا يبتزوا الناس، كانوا بزاف ديال الصلح اخوتي، ابتزاز ديال الناس، التجار في البشر وبزاف ديال الصلح اخوتي. راكم شفتوا بعينيكم، راهم ضيعوا ناس، ضيعوا عائلات، شربكوا عائلات، طلقوا عائلات. هادشي حتى شي واحد ما راضي عليها اخوتي، حتى شي حد ما راضي على هادشي هذا اللي راه صاري في البلاد. بغاو يشربكوا البلاد، يشربكوا مراكش، بغاو يشربكوا المغرب. المهم نطالبوا من سيد الحموشي ومن السيد الامني يدخلوا يعني تدخل، والحمد لله راهم دايرين الخدمه ديالهم، لان عائشه عياش هي العلبه السوداء ديالهم. وان شاء الله راه كلشي غادي ياخذ المصير ديالو، كلشي غادي ياخذ العقوبه ديالو. ونطالبوا ب 20 عام و10 سنين. المهم
كما نقولوا اخوتي ان مع راكم عارفين ان هذا اللي كيتجر في البشر وكيجس على الناس ويصيفط للناس صورهم ويدير الفيديوهات للناس وبزاف ديال الصوالح اخوتي راكم عارفين هذا الشيء كيعاقب عليه القانون. ولكن اخوتي حنا كنطالبوا بواحد العقوبه اللي هي عقوبه اشد العقوبات لهاد الناس هاد اخوتي. هاد الشيء اللي كاين ونطالبوا ان الدنيا بطبط تعاقب حتى هي. حنا بغينا دنيا الا كانت متورطه في الاخر تعاقب. راه دخلت للصحراء وغدير الشرباكه في الخرباقه وغدير اخوتي الشكلي في العقلي. دخلتي في الصحراء جبتي واحد الانسان دخلت معك خالتك بزاف. هادشي حنا كنطالبوا بسيد الحموشي ونطالبوا بسيدنا وبالامن المغربي يدخل في هادشي لان هادشي خطير خطير بزاف. تحياتي لكم اخوتي ما نطولش عليكم. تبارك الله عليكم. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس باش تكونوا جديد. تبارك الله عليكم.